دكتور فادي حداد أخصائي أمراض داخلية وأمراض المناعة موجود معنا اليوم. موضوعنا اليوم هو القلق الأرق يلي ممكن نكون عم نصاب فيه ومنرده لأسباب عديدة. شو ممكن تكون الأسباب؟ شو ممكن تكون الحلول؟ صباح الخير. صباح النور. كيف كاتيا؟ يعني اليوم موضوع القلق منرده للستريس، منرده للمخدة، منرده لل ما بعرف الاضاءه اوقات، منرده لكثير اشياء، فينا نرده للطفوله كمان. او كثير انت هلا وقت اللي بدك هيك بين هلالين تقاصص الاولاد، شو بتقولي لهم؟ فوتو نيمو. فوتو نيمو. بصير عندهم هن وصغار الفكره انه النوم كانه شيء يعني قصاص لهم، بينما هو النوم لازم يكون انه لازم نقدر نغير هالتفكير، وانه اف خي وصل وقت النوم. فينا اذا بنقدر نغير هيدا جا من عند الاولاد بالمدارس، انه وقت النوم هو وقت هن رح ينطروه مناطره لحتى يرتاح جسمهم، وهيدي ديجا بتبلش تساعد. هن بينطروا بالنهار، ثاني يوم الصبح ما بينطروا بالليل، هي المشكله. مزبوط. النوم فاذا بالليل، بما انه حكينا عن الموضوع، النوم خلال الليل هو نوعيته مختلفه عن النوم خلال النهار، وممكن يكون عم بيوصل لارق او لمشاكل. اكيد النوم خلال الليل فرجت كثير دراسات، وقت بننام بين 7 و8 ساعات كل ليله، هيدا الشيء بيخلي الخلايا تبع الدماغ يلي كنا قبل نفكر انه هي خلايا ما بتتجدد والى اخره، في مجال ليصير في عندها تجدد او تتخلص من الدشاء، الاشياء اللي مش نظيفه فيها عبر السائل اللي موجود بالدماغ بخلال فتره النوم. دونك هيدي الفتره لازم تكون محترمه كل ليله قد ما فينا، وما فينا نقول انه انا ما بنام اليوم ما بنام بكره، بس بالويك اند بعود، ما في شيء اسمه بعود، كل ليله محسوبه على 24 ساعه تبعها. هلا اذا مضطر منيح عود على القليله. اكيد. ولكن يعني ايه في هالنزله خاصه من الشباب، يعني من الشباب والصبايا، انه انا بنام بعودهم بعدين، او بنام مؤخر بنام ثاني يوم الصبح. والنوم الصبح هو ما بعتقد انه نوم كامل وغميق وعميق. صح، نوم خلال الليل باجواء رايقه ما ممنوعه كل شوي، هيدي اكثر شيء صحيه للخلايا تبع الدماغ وللصحه تبعنا بشكل عام، لانه بنعرف انه الارق هو شغله فيها تاثر مباشره على الصحه تبعنا. وفي اوقات بنوصلها ببعض الامراض مثل الكآبه والقلق وهيك، بس هي مرض بحد ذاته. هل النوم الغير منتظم يلي عم نحكي عنه بيوصل لارق وقت اللي بقرر انه بدي نام؟ اذا ايه، اذا احنا معودين انه ننام ونوعى ننام ونوعى، اخر شيء ايه بنفوت بسيكل الارق ومنبطل نقدر نصلح هي الشغله. طب الارق والمناعه لكن؟ دونك الارق، اول شيء نحن كيف بدنا نحدد الارق؟ يعني وقت بيجي المريض لعنا لحتى نوضح الاشياء، في عده انواع من الارق. اول شيء في ناس بتروح لحتى تنام وبتطول لتنام، بتاخذ معها اكثر من 20 دقيقه. دونك هيدا ايرلي انسومنيا، يعني بالبدايه، هيدا نوع ارق. في ارق يلي بيناموا بيروح دغري بحط راسه على المخده بيخفى، بس بيوعى بعد ساعه، بعد 3 ساعات، بعد 4 ساعات، هيدا نوع ثاني من الارق. وفي نوع ثالث من الارق يلي هو عاده بيوعوا بكير، اللي بنام لو شو ما اي ساعه ما بنام بدي اوعى الساعه 3 الساعه 4، هيدا نوع ثالث من الارق. كل وحده في يكون لها علاقه باشياء معينه او بيجي مع اشياء معينه، وحتى علاجها في يختلف. نعم، مشان هيك مهم نحدد هالانواع الارق. نعم، اذا بناخذ مثلا اول نوع يلي هو بالبدايه بيروح لحتى ينام وبطول، بصير يبرم بالتخت. اول شيء هيدي برمه التخت، بصير ببرم وبنام وبقلب وبشقلب، هيدي غلط. نعم، اذا قطع 20 دقيقه وما نمت، الافضل انه ارجع اقوم، ارجع انتقل على غير غرفه، وارجع اعمل اكتيفيتي تروق، يكون فيها ريلاكس، يعني مش احضر افتح تلفزيون احضر فيلم اورور مثلا الساعه 12 بالليل، اكيد ما بقى رح اقدر نام. يعني بلكي موسيقى، بلكي ريبورتاج، موسيقى، شيء هيك يرخي، او بقرا، في يكون قرايه هيك في انعس عليها وارجع، بس ارجع حس بالنعاس برجع بقوم على الفرشه وبنام. يعني التخت ما لازم اقبل انه يكون محل لحتى ابرم فيه واتحرك وانطر النعاس ابدا، نعطي مجال 20 دقيقه. هيدا التمرين في ارجع عيده عده مرات بالليل لحديد ما يصير يزبط بالاخر، انه انا بسرع على الفرشه بخلال دقائق. نعم، لازم يكون خفيت. نعم، هيدا اول نوع. هيدا اول ثاني نوع. لكن هيدا اول نوع بيكون له علاقه بالانكزايتي، الناس اللي عندهم حاله توتر. نعم، قتلنين هم شيء بيعتلوا هم، هو بده بيصير يجيهم افكار قبل ما يناموا. نعم، هول بيقلقوا. طيب ثاني نوع من الارق رح نحكي عنه بعد هالوقفه. منتابع مع دكتور فادي حداد أخصائي أمراض داخلية وأمراض مناعة، موضوعنا هو الأرق. كنا حكينا عن أكثر من نوع، في أنواع كثيرة، بس كمان في أوقات الواحد بيوعى تعبان. صح، يعني أوقات كثير بيجي لعنا المريض بيقول أنا تعبان، يعني أنا حاسس بتعب. في عدة أسباب
طبيه للتعب، بس اذا بس بدنا نحكي عن قصص النوم لازم ننبش على اربع اشياء. اول شغله هي القلق، الارق يلي حكينا عنه قبل بشوي، عم بيطول تينام، عم بيقعد عدة مرات بالليل، هيدا نفتح الشبيط تبع الارق وبنجرب نشوف شو المشكله، لانه لازم نحله كمرض بحد ذاته، مش له علاقه بكآبه او بشيء ثاني. تاني شغله الناس اللي بيعملوا سليب ابنيا يلي بالليل عده مرات بيوقف نفسهم بالليل، دونك تاني نهار بيوعوا بخمنوا حالهم هن ناموا 7-8 ساعات بس دماغهم بيكون نايم اقل من هالفتره، دونك بيوعوا كمان وخلال النهار بيكونوا تعبانين وبحاجه انهم يناموا بالنهار. تالت شغله في ناس بالليل بس يروحوا ليناموا بس يطلعوا على الفرشه ببلشوا اجريهم يوجعون. اوكي، اوقات كثير بنعمل كونفيوجن بنخمن انه لها علاقه بفاريس او اشياء من هالنوع، ما لها علاقه ابدا. وقت بنطلع على الفرشه اذا عندنا مشكله فاريس لازم يرتاحوا اجرينا، اذا ببلشوا اجرينا يوجعونا بشكل مزعج وهالشيء بيجبرنا انه نحركهم او نقوم نمشي وبعدين بس نرجع ننام نرجع بنحس بهيدا الوجع. بلبنان بنقول عم يسحبوا، عم يسحبوا هيدا التسحيب، برافو. ريستلس ليج سيندروم، الاجرين يلي ما بحبوا يرتاحوا، دونك بس يروحوا ليرتاحوا بده بحوسوا بده يقوموا، وهيدي كمان بتقوم بتتعب بالنهار. دكتور رح ناخذ وقفة ونرجع نتابع. نرجع مع دكتور فادي حداد أخصائي أمراض داخلية وأمراض مناعة نتابع موضوع الأرق، كيف لازم ننام وشو يعني إيجين دو سومي؟ أوكي، دونك نحن مهم إنه نحترم الشيء اللي بدنا نعمله من بعد الظهر لحديد ما يوصل وقت النوم. أول شيء الناس اللي تقلق لازم تتجنب الأشياء اللي فيها تقلقها، يعني بعد الساعة 3 لازم تتجنب على طول الكافيين، القهوة، الشاي، في ريد بول، في بعض الأدوية حتى فيها تقلق، في أدوية بنستعملها أوقات لديكونجستيون لنشيل الاحتقان، كمان هي بتقلق، الكورتيزون بعد الظهر بقلق أو بالليل، دونك هيدي الأشياء لازم نتجنبها. تاني شغلة قبل ما ننام ما لازم نعمل أشياء فيها تحمس كثير الجسم والدماغ، يعني مش بنعمل ساعة الرياضة قبل ما ننام، مش بنعمل أكتيفيتي قوية قبل ما ننام، يعني بنجرب يكون الفترة قبل النوم يكون فيها ريلاكس مزبوط، أضوية قليلة لحتى نقدر ننام، نعمل أكتيفيتي تكون عم بترخينا من القراية، بنتفرج على ريبورتاج، ما بيطعب كتير مع العلم إنه في أوقات كتير أشخاص بيبقوا معودين على أشياء يعملوا يلعبوا جيمز معينة أو إلى آخره بيفكروا إنه عم بترخيهم. أبداً ابدا، هيدي اشياء بتقلق الدماغ بتتعب الدماغ، يعني بصير هو ونايم بده ياخذ وقت اكثر لحتى لا بالعكس لازم يعمل شيء فريمون يكون ريلاكساسيون على الاخر. اكيد ما يقعد يحضر اخبار بتخوف وبعدين يكون شوي باسيف بالاشياء اللي عم يعملها، يعني ما يكون مش الاخبار اخبار ام تي في في رايقه ان شاء الله. فاذا هون لازم يكون مستعد من الساعه 3 بعد الظهر لا يكون عم يحضر حاله للنوم، غير الأكل يلي ممكن كمان يكون كتير مأخر. 100% الأكل المأخر كمان بيأثر على القلق بالليل. الرياضة بالنهار بتحسن النوم بالليل، بتحسن النوم بالليل الرياضة بالنهار. كنا عم نحكي قبل شوي عن الأسباب، وقت بيجي المريض لعنا تعبان تاني نهار كنا عم نقول إنه في الأرق يلي لازم نحدد أي نوع أرق، في السليب أبنيا يعني توقف النفس خلال الليل يلي هي شغلة كتير هلأ صارت معروفة من العالم. حكينا تالت شغلة عن ريستلس ليج سيندروم، الإجرين يلي ما بيحبوا يرتاحوا من وراء الحواصان، وقلنا إلى علاقة مباشرة بالستوك تبع الحديد الفريتين، وإذا كان واطي في سبب هالمشكلة بمجرد ما ياخد حديد بتتحسن هالمشكلة. وفي رابع شغلة اللي بتقلق هي بسموها بيريوديك ليج موفمنت، بتصير او ليمب موفمنت، المريض بينفض ايده بينفض اجره، هلا اكيد بسبب قلق للشريك تبعه يلي نايم حده بالتخت، بس بذات الوقت كمان هو بيوعى شوي دماغه، دونك تاني نهار كمان بيكون تعبان. دونك مهم نحدد كل هيدي شو هي البيريوديك ليمب موفمنت، يعني بيكون هو نايم فجاه بينفض جسمه. شو سببها شو؟ اوكي بعد ما بنعرف الريستلس ليج حليناها بالحديد، والسليب ابنيا يمكن بالماشين او شيء الديفايس بيستعملوه الدونتيست لنقرب الحنك، والارق اللي حكينا عنه بالاول العلاج تبعه بيختلف اذا كان ايرلي يعني بالاول ما يفوت ينام او بيوعى عده مرات بالليل، العلاجات بتختلف. البيريوديك ليمب موفمنت كمان بنعطي شيء لحتى نرخي العضل بالليل لحتى ما يضل ينفض الجسم، هالتوتر بالعضل يلي بيصير ما عندنا سبب مباشر بعد كز الاسنان شو هو؟ بروكسيس بنسميه، كمان ضمن هالتشنج العضلات يلي بيصير بالليل مثل شوي البيريوديك ليمب موفمنت، يعني كمان شوي هول كلهم لهم علاقه ببعضهم، والعلاج تبعهم على طول ادويه بترخي العضلات. مش هيك وقت بنحدد اي نوع وين المشكله العلاج بيختلف وبيحسن المريض. ليش بنقول انه المغنيسيوم ممكن يساعدنا وهل هالشيء صحيح؟ اوكي، اذا نحن بناخذ هودي الادويه تبع النوم الارق، واذا عندنا مرض الارق بحد ذاته يعني يلي هو
اكثر من 3 ليالي بالاسبوع لفتره اكثر من 3 اشهر الادويه الاعشاب والمغنيزيوم هيك ما رح بفيده. المغنيزيوم بفيدنا وقت يكون عندنا ارق بنسميه ترانزيتوار، يعني لفتره اسبوع شهر شهرين، يعني فتره معينه. بهودي الحالات اكيد بيساعد لحتى يرخي، مثل بقيه الادويه معموله من الاعشاب مثل فاليريان او غيره، كل هول فيهم يساعدوا وقت بيكون الارق منه قاسي وعلى فتره محدوده، كمان فيهم يساعدوا اكيد عندهم اف اي بيساعدوا. بس بعدين وقت بيصير عندنا مرض الارق بحد ذاته هون بدنا نستعمل علاجات للأرق يلي وكل حالة عندها علاجة يلي قبل كنا نوصلها كتير بالديبرسيون بالكآبة. هلا بنعرف انه الديبرسيون هي مرض، وحدة من العوارض تبعولها فيها تكون الأرق، بس الأرق هو مرض كمان بحد ذاته. دونك انا اذا بدي اعالج شخص عنده ديبرسيون وعنده أرق لازم يعالج الشغلتين. بتعمل لك شوي انا انه فعلا يلي عليلي 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 ما بينام رح يعمل ديبرسيون اكيد. هن بالديبرسيون فيها تسبب 100%، الديبرسيون بتسبب ارق والارق بسبب ديبرسيون، بنفوت بدوامه وبتصير تكبر هيدي الدوامه والمريض صحيا كمان بيتاذى. مشان هيك لازم نحل كل وحده لوحده ونعطيها الوقت الكافي لحتى نحله. مش ممكن يكون في اكثر من شغله بنفس الوقت او شغله جر الثانيه؟ ممكن. هلا في بورسنتاج كبير من العالم عندهم سليب ابنيا، دونك هيدي شغله مهمه، وفي كمان نسبه من العالم عندهم كمان الديبرسيون، يعني اوقات بيكون في حالتين او ثلاثه فايتين ببعضهم وبتصير حاله الارق كثير قاسيه وقويه، دونك هودي كمان العلاجات تبعهم بتختلف. بس نبلش بالاشياء الهينه. التشخيص هو بيجي المريض وانا تعب عم بوعى تعبان، اوقات بتسبب مشاكل بالقلب او بالضغط، بس نحن مش عند يعني مش عند هودي الاشخاص يلي بدنا نقول اذا عندهم ارق ولا لا. المريض بيجي بيقول انا عم بكون تعبان ثاني نهار، بدنا ننبش على هودي الاشياء. عم بيوقف نفسك، عم بيسحبوا اجريك، عم بينفض جسمك، او انت عم بتطول لتنام او عم توعد عده مرات بالليل. اذا قدرنا حددنا اي وحده من هول ساعتها بنقرر العلاج المناسب له. شكرا دكتور فادي حداد. فاذا اول نصيحه هو انه نكون عم نحترم ساعات النوم، نكون عم نحترم ساعات الراحه قبل النوم كمان، تهيئا للنوم، والباقي عليكم. ونعتبر انه النوم من عند الاولاد منه قصص، هو لذه. خي وصل وقت النوم، هالثقافه لازم تكون عم تنشر. شكرا لك ولوجودك معنا. مشاهدينا خلص وقتنا اليوم، موعد جديد بكره مع لايف جديد. باي باي.